قبل ما ادخل في اخبار نادي الزمالك، حابب اوجه رساله مهمه جدا جدا جدا، وحضراتكم اللي هتساعدوني ان انا اوصل الرساله دي للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. هتساعدوني ازاي؟ هتساعدوني اكيد لو انت على الفيسبوك هتلاقي نفسك اوتوماتيك، لو انت حابب المحتوى بتاعي اكيد هتعمل لايك وشير للفيديو، ولو انت على اليوتيوب اكيد هترزع لايكات كتير قوي. ارزع اللايك يا غالي، هو يقول اضرب اللايك وانا هقول لكم ارزع اللايك. عاوز اتوجه بالشكر وعاوز اتوجه بالتقدير للمستشار مرتضى منصور. يعني لما يكون رئيس نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده مش شويه، ورئيس نادي الزمالك ده يعادل وزير مهم، يعني انك رئيس نص مشجعين الكره المصريه، فانت منصب مش سهل. يعني رئيس نادي الزمالك ده رقم واحد. رقم اتنين، انت مش رئيس نادي الزمالك عادي، يعني انت مش ممدوح عباس، مش كمال درويش، لا، انت افضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك. افضل رئيس بايه؟ هات الورقة والقلم وتعال نقعد نتكلم. لو طلع المستشار مرتضى منصور مش هو افضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك بالورقة والقلم، انا مش هتكلم في كرة تاني. فلما يكون افضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك، ولما يكون راجل عنده ضغوط، وراجل عنده حاجز على النادي، وراجل عنده اعضاء، وراجل عنده مشاكل ومشاكله الشخصيه ومكتبه بتاع المحاماه وعيلته واسرته ومشاكل اللعيبه والفرق الرياضيه والقضايا بتاعت الخطيب اللي هو بينام وبيصحى، انت شتمتني اجري على المحكمه، كل المشاكل دي، والراجل يطلع امبارح في فيديو بيتكلم على السوشيال ميديا بتاعت الزمالك، و يعني طبعا ذكرني ضمن مجموعه من الناس الزملاء المحترمين اللي بيقدموا محتوى كويس لجماهير نادي الزمالك. هو طبعا شكر الناس دي وقال انا متابعهم، وقال انا يعني حابب المحتوى بتاعهم. وكمان بقى الغريبه، لقيت الراجل وجه رساله لجمهور نادي الزمالك، ورساله احنا كسوشيال ميديا مع الزمالك، انا بتكلم بمنتهى الامانه ومحدش يزعل مني، يعني السوشيال ميديا الزمالك يعني جزء منها مش كلها ما بيدعمش الناس اللي بتتكلم باسمه. يعني وجه المستشار مرتضى منصور بقى رساله للسوشيال ميديا بتاعت نادي الزمالك او للجمهور نادي الزمالك، قال لهم يا جماعه ادعموا السوشيال ميديا بتاعتكم، ادعموا فلان وفلان وفلان وفلان. ما ينفعش تكون ناس لا بتعرف تتكلم في الجانب التاني، ولا عندهم كاريزما، ولا عندهم قبول، ولا عندهم محتوى، واخبارهم كلها كذب، واخبارهم كلها تدليس، واخبارهم كلها بيضحكوا على الجماعه القطيع التانيين. ما ينفعش دول يكون مشاهداتهم اكتر، ادعموا الناس بتوعكم اللي بيقولوا اخبار صحيحه. ده رئيس نادي الزمالك اللي بيقول كده، ده مش واحد مشجع بيشجع نادي الزمالك، ده رئيس نادي الزمالك بيقول لك الناس دي بتقول اخبار صحيحه. فبيقول لازم تدعموا الناس دي ولازم تقفوا جنبهم. ودي كانت رساله واضحه ان المستشار مرتضى منصور مهتم بالاعلام الموازي، اللي هو مين الاعلام الموازي؟ سوشيال ميديا نادي الزمالك. وهو الراجل تحديدا يعني متابع 3 4 هو مركز عليهم. فكانت رساله مهمه جدا، وانا دايما كنت بتكلم في الموضوع ده، يا رجاله ادعموا السوشيال ميديا بتاعت الزمالك. فكل الشكر للمستشار مرتضى منصور اللي في المشاغل اللي عنده دي كلها ان هو افتكر الناس اللي بتقدم محتوى محترم على السوشيال ميديا. ده بالنسبة للمستشار مرتضى منصور. برضو خلونا مع المستشار مرتضى منصور، امبارح كان عامل فيديو، وانا بصراحة عاجبني السياسة الجديدة بتاعت المستشار مرتضى منصور. في ايه بقى؟ هو خلاص ملوش مزاج يطلع على التلفزيون وبيقعد يحرق في دمه، وخلاص هو قال كل الكلام اللي ممكن يتقال، اي كلام ممكن يتقال المستشار مرتضى منصور قال، يعني مفيش جديد ان هو يطلع يقول. فالراجل بيعمل فيديو، الفيديو بيبقى ميزته في ايه بقى؟ مستشار مرتضى منصور عصبي وبينفعل بسرعه، سريع الانفعال، اللايف مش مفيد ليه، اللايف مش مفيد ليه. يعني واحد عمال يا عيني عنده مشاكل وعنده قواضي وعنده، فبيستفزوه، فهو على الهوا ساعات بتطلع منه كلمه كده ولا كلمه كده، انما في الفيديو الراجل بيبقى متحكم شويه في انفعالاته. فانا مبسوط جدا ان المستشار بقاله فترة، وانا كنت بتمنى الموضوع ده بقالي فترة، المستشار بقاله فترة بيطلع فيديو على قناته على اليوتيوب
وساعات بيتذاع وساعات بيدخل مداخلة في التليفون، بيبقى برضه هادي شوية عكس ما بيكون على الهوا بينفعل، واخواتنا البعدة بيقعدوا يبعتوا له في رسائل على الواتساب ويستفزوه ويحاولوا يخرجوه عن شعوره. فبصراحة يعني عجبني جدا في الموضوع ده. هو قال رسالتين امبارح، رسالتين، هو هما رسالتين مهمين جدا. الرسالة الأولى اتكلم على الإشاعات اللي بتطلع على نادي الزمالك، واتكلم على موضوع الكابتن أسامة نبيه وقال إن فيه الكدابين، هو سيد قشطة وأعوانه كل مرة يطلعوا كدابين. أنتوا ما عندكوش دم، أنتم إيه؟ يعني بجد بجد أنا مش بهزر، مش عشان مرتضى منصور شبه إنه مسك وشكو قاعد يمسحه في التراب كده. زيزو في الريان القطري، محمد صبحي في الأهلي، بن شرقي في الأهلي، أبو جبل وطارق حامد في الأهلي، محمد مصطفى في الأهلي، المستشار مرتضى منصور في الأهلي، أصل أسامة جلال في الأهلي، إبراهيم عادل في الأهلي، رمضان صبحي في الأهلي، قوم أقف وندهلي، إيه لها إيه؟ وأسامة نبيه ماشي، وأنا لسه جاي لكم، ده شوية هبد لسه أنا جاي لكم. فالراجل طلع اتكلم وقال ان الكابتن اسامه نبيه موجود ومفيش اي مشاكل، واتكلم على نقطه مهمه. ممدوح عباس بيقول ان انا حاجز على حساب واحد. المستشار مرتضى منصور طلع امبارح الجوابات من جميع البنوك اللي بتقول ان المستشار مرتضى منصور محجوز على كل الحسابات بتاعت البنوك بتاعت نادي الزمالك، كل الحسابات محجوز عليها. فلما طلع الخطابات دي فين ممدوح عباس؟ فين صوت ممدوح عباس؟ معرفش، حد شاف ممدوح عباس؟ طب اللي يشوف ممدوح عباس يضرب لايك، ارزع اللايك يا غالي. فحاجه غريبه قوي يعني الراجل طلع خطابات وممدوح عباس، طب اطلع رد، اطلع افتح بقك. وانا يعني خلونا مع الجزئيه دي شويه، يعني انا بأناشد بقى الناس الكبار المحترمه، الناس اللي في الدوله، كفايه بقى اللي بيحصل في نادي الزمالك، كفايه بجد، احنا فاض بينا الكيل. يعني احنا لو فتحنا الملف اللي حصل لجمهور نادي الزمالك من الدوله، وخلينا نتكلم بصراحه، لو احنا فتحنا الملف ده لا احنا زعلانين بجد، زعلانين زعلانين من كل اللي بيحصل فينا. اعتبرونا اهلاويه، اعتبرونا اهلاويه، اقسم لك بالله العظيم، اقسم لك بالله العظيم، اقسم لك بالله العظيم، لو هذه المشكله خاصه بالنادي الاهلي اقسم بالله ما كانت قعدت 48 ساعه واتحلت. هقولها تاني، مشكله نادي الزمالك ضحى عباس والحجز والكلام ده، لو كانت دي مشكله النادي الاهلي ما كانتش قعدت 8، يعني مش قعدت، ما كانتش قعدت 48 ساعه وكانت اتحلت. لما دايما جمهور نادي الزمالك كده تحس ان هو ايه، من الفئة التانية، جمهور درجة تانية، ما ينفعش يناموا مبسوطين، ناس تانية هم اللي لازم يناموا مبسوطين. بصراحة الموضوع بقى صعب جدا جدا، وحل مجلس إدارة ورجع مجلس الإدارة وشيل مجلس الإدارة والشركة الراعية اللي تبع الدولة اللي بتكيل بمكيالين، واللي راح طلع نادي ده يعني في المركز الثالث، نادي بقاله سنتين ما أخدش بطولات، نادي حتى اللعيبة بتاعته مش نجوم. هتقولي نجم في الأهلي، هتقولي نجم، نجم شباك، يعني نجم شباك، يعني كان في رمضان صبحي وعبد الله السعيد واحمد فتحي، هتقولي دلوقتي نجم في الاهلي، مين نجم في الاهلي دلوقتي؟ وخلونا نتكلم بصراحه، مين نجم في الاهلي؟ ياسر ابراهيم نجم؟ ولا طاهر محمد طاهر نجم؟ نجم شباك اللي هو يعمل اعلانات، ولا يعني ولا سافيو نجم؟ مين نجم؟ هتقولي حد نجم؟ ولا اكرم توفيق نجم؟ هتقولي نجم؟ مفيش نجم في الاهلي. محمد شريف ولا قفشه؟ طب تعالى بص في الزمالك، عندك زيزو نجم، عندك شيكابالا نجم، الونش، فتوح، امام عاشور، عندك نجوم، دونجا، عمر جابر، انما الاهلي فاضي. فبصراحه الموضوع اتمنى انه يتحل قريب،